شهر الصلاة على النبي يعني شهر الفرج، شهر الفرج. عمروا الكون بالود ليغفلوا عنه كثير من الناس. تحب يرفع عملك وانت مزعل امه؟ بنت تحب يرفع عملك وانت ظالم؟ تعرف مين اللي هيبص على الصفحة؟ الله. يا عباد الله يحبه، ليس بعد الحب ذنب. جاء في القرآن آية وهي بالقلوب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. وما دمت بين الورد والود قائما فحبلك موصول ودينك في رشد. لما سيدنا أسامة ده الحب ولا مش الحب؟ وابن الحب، واحد حبيب النبي يراقب النبي في كل أحواله تجلياته، ها غدواته روحاته. لا، سيدنا النبي مكتر الصيام في شعبان. قال يا رسول الله ما لي أراك تكثر الصيام في شعبان أكثر من أي شهر تاني. سيدنا النبي يرد يقول له إيه فيه في العظمة، يقول ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، في ناس ما بتغفلش فيه. ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. يبقى الشهر ده اللي ما يشتغلش فيه مع ربنا اتكتب مع مين؟ ناخد بالنا لحسن يحسبونا كده. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. سيدنا النبي قال من قالها ثلاثا غفر الله له ولو كان التولي يوم الزحف. شايف التولي يوم الزحف ده اكبر كبائر الذنوب بعد الشرك. المساكين، يا سلام، اعمل شعر المساكين صبح، امسح على شعور المساكين واليتامى، امسح على راس يتيم كده كل يوم الصبح. شوف مش كله ليك انت وعيالك، كل واشرب واكل الضيوف والجيران. عمروا الكون بالود، اعملوا آل داوود شكرا. الله ما بيتعبدش في الجوامع بس ولا في محراب الصلاة بس. اكثروا الود كما نصحتكم بالاسترسال في الأوراد والمحافظة عليها. كثروا العبادات الودية. يا عباد الله يحبه، ليس بعد الحب ذنب. جاء في القرآن آية وهي بالقلوب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. كثروا من العطاء، وكلوا المساكين، اقفوا جنب الناس، لعل الله إذا رأى الصفحة وجد لك موقفا. أعنت فيه محتاج، أو لا وجدك منصفا لمظلوم، أو وجدك قد بسطت هتدي إيدك هيدي لك إيده، هتدي من اللي في إيدك هيديك من اللي في إيده. وما دمت بين الورد والود قائما فحبلك موصول ودينك في رشد. عايز تصون دينك، كتر من الأوراد مع نفسك، ومما يصلح الله عز وجل به غيرك من إعانة مسكين، العطف على جائع، تغطية بردان، وقف جنب واحد بيجوز بنته. خلي ربنا يبص على الصفحة ويشوف الصفحة فيها موقف نبيل. يطلع الله على عباده فيغفر لإيه؟ لجميع خلقه إلا اتنين، مشرك وإيه؟ ومشاهد. شهر الصلاة على النبي يعني شهر الفرج، شهر الصلاة على النبي. بس سيدنا النبي أصله قالها، قال يغفل عنه كثير من الناس. طب يا رسول الله انت بتصوم ليه؟ قال وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه؟ صوم. طب انت تحب يرفع عملك وانت ظالم؟ تحب يرفع عملك وانت مزعل أمك؟ تحب انت مش عارف مين اللي هيبص على الصفحة؟ ها؟ ما انت مش مصدق. تعرف مين اللي هيبص على الصفحة؟ الله. خلي ربنا يشوف دمعتين من دموع اليتيم تكون مسحتهم كده بمساعدة، يمسح لك بها ذنوبك، لأن لله اطلاعك.